يا استاذ شريف، انا عايز اعرف الجدول الاعمال، يعني عملتوا ايه؟ عرفتوا ازاي للسياح؟ طبعا اكيد كان في جنسيات عربيه وكان في مصريين، وبالتاكيد ايضا كان في جنسيات اجنبيه. يعني قلت لهم ايه بكثير عن مصر طبعا. بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ تفاصيل الموضوع. تفاصيل الموضوع ان احنا كل سنه بنحاول ان احنا نعمل على كذا مسار، مسار منهم المسار الفني. طبعا بيبقى في فنانين من مصر، بنجيب نجوم من نجوم الغناء، جميل. وفرقه فولكلور بتيجي من ادمنتون، وفي العازفين في الارب كانديان اوركسترا اشتركت معانا السنه اللي فاتت. زائد مسار تاني هو مسار المتحف المصري. احنا عندنا هنا في مسيساجا متحف مصر فيه حوالي 250 ارتيفاكتس، سيرتيفايد ارتيفاكتس، فاحنا بناخد منه بعض القطع نعرضها في على هامش المهرجان، يعني عشان اللي يجي المهرجان يتفرج على بعض القطع المصرية ويتصور جنبها. طيب، دور مجلس إدارة الهيئة الكندية للتراث المصري إيه في المهرجان ده؟ هي الهيئة هي المنوط بيها تنظيم فعاليات شهر التراث والحضارة المصرية كل سنة، والسنة دي تعتبر السنة السادسة على التوالي، وأنا بهنيهم طبعا على جهدهم، لأن الهيئة هي هيئة غير ربحية، غير هادفة للربح، بالعكس يعني معظم الأوقات الأعضاء هم اللي بيقوموا بالكونتريبيوشنز عشان نقدر نعمل فعاليات تليق بمستوى مصر وبمستوى الهيئة يعني. طب انا اللي فهمته ان حضراتكم عملتوا حفلات، يعني شايف من الصور ان في توت عنخ امون باين، يعني في شويه، لكن خلينا نتكلم على ارض الواقع. هل في ناس حجزت تذاكر لمصر؟ هل في افواج سياحيه؟ هل في شركه سياحه نظمت؟ يعني اكتشف مصر، هل اكتفينا فقط بالجانب ده ولا في جانب اخر لجلب السياح الكنديين الى داخل مصر؟ احنا بنحاول ان احنا نفسح المجال للقطاع الخاص، ان هو بيدخل كسبونسرز وبيبقى لهم بوثز وبيتكلموا عن مصر وبيعرضوا لو عندهم برامج سياحيه او منتجات مصريه. طبعا الاكلات المصريه، يعني الميدان كان فيه جميع الاكلات من اول الفطير بالسجق لحد الله. الحواوشي للزلابيه، يعني في كل حاجه كانت موجوده يعني. طيب كلمني بقى يا استاذ شريف، باشمهندس شريف، عن السكند جينيريشن اللي عندكم في كندا، او الجيل الجديد من اولادكم الموجودين في كندا. هل هم كانوا مهتمين ان هم يحضروا؟ احنا شايفين يا حضرتك قلت انه في حاجه 20,000 زائر من جنسيات مختلفه، لكن عايزه اتكلم عن الجيل بقى الثاني من المصريين اللي اتولدوا في كندا. هل هم كانوا مهتمين، حابين يعرفوا اكتر عن تاريخ بلدهم، عايزين يزوروا؟ ما هو ده جزء كبير من اهداف المهرجان، ان احنا بنعرف بناكد بن بن بنوطد الاواصر بتاعت الجيل الثاني مع الحضاره المصريه ومع الموسيقى المصريه ومع مصر، وبنحاول ان احنا في البرنامج بنميكس يعني بعض الحاجات اللي هي ممكن تجتذب المستمع اللي هو السكند جينيريشن. يعني السنه اللي فاتت كان عندنا فرقه فرانكو عرب من مونتريال بتغني عربي فرنش انجلش. السنه دي كان عندنا شير موفرز، طبعا لهم معجبين كتير قوي من الجيل الثاني، يعني احنا الجيل حلو بتاعنا قوي. بتاع محمد فؤاد ومصطفى قمر والناس دي الجيل الثاني بتاع الحاجات الجديده. فاحنا بنحاول ان احنا نجتذبهم عن طريق ان احنا نجيب لهم الحاجات اللي هم بيتابعوها. وفي راب مصري جديد دلوقتي، او التراب كمان، اعتقد الجيل الجديد هيبقى يحب قوي يسمع النوع ده من الموسيقى، بما انه بيتوافق اكتر مع النوع الموسيقى اللي بيسمعوه عندهم بالانجليزي يعني. اكيد اكيد، واحنا بنحاول نراعي الكلام ده، واللي على فكره كل المتطوعين اللي اشتغلوا معانا في المهرجان كلهم من الشباب طلبه الجامعات وخريجين الحديث التخرج، وكل المهرجان ده معمول يعني قائم بالفولنتيرز، والمهرجان مفتوح يعني توتالي فري اوف تشارج، يعني اي حد يقدر يوك ان يدخل عشان نتيح مساحه لاكبر عدد ممكن من الناس يخشوا. هي مجانا. هو في طيب حاجه